وقعت الشركة القابضة للقطن عقد إنشاء مصنع غزل واحد الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، الذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرا بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 780 مليون جنيه.